تفقد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي سير العمل بمشروع مجاري منطقة السلخانة والمظفر وسائلة السعيد. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعم خالد. تفقد وكيل أول لمحافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ومعه مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز سمير عبد الواحد زيارة لمشروع مجاري السلخانة والضبوعة ومعرفة مدى سير العمل فيه والإنجاز الذي يتم تنفيذه بتمويل من منظمة اليونسيف التي ستعمل على إيقاف طفح المجارف التي عانى منها المواطنين. وكما تفقد وكيل أول لمحافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي برفقة مدير عام مديرية القاهرة سمير يحيى عبد الإله لتفقد سير عمل ترفيع سائلة السعيد لما سببته من أذى للساكنين والتأكيد على عدم رمي المخلفات الثقيلة في السائلة. اليوم في زيارة استطلاعية ميدانية لمشروع النظافة والتحسين في هذه المنطقة، منطقة عصيفرة جوار مقبرة الشهداء، مع الإخوة مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي ومدير عام المديرية ومدير عام الأشغال. الهدف من هذه الزيارة هو عمل حل سريع لهذه السائلة التي أصبحت اليوم شبه مغلقة من قبل ضعفاء النفوس الذين يستخدمون هذه السائلة للمخلفات. نحن اليوم ندعو الأجهزة الأمنية بضرب يد من حديد ومصادرة كل القلابات التي تأتي لتصب المخلفات إلى هذا المكان الحيوي جوار مقبرة الشهداء وجامع السعيد، كما هي دعوة لمدير عام مديرية القاهرة بسرعة رفع المخلفات من الشارع، وعلى مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي البدء في مشروع معالجة الصرف الصحي في هذه المنطقة الحيوية. نعد الجميع أنه إن شاء الله خلال شهر كامل وستعود إن شاء الله الحيوية لهذه المنطقة وسيعود هذا الشارع كما كان وأحسن مما كان. السلطة المحلية حريصة أن يكون هناك مشاريع تنموية وخصوصا في البنية التحتية وأيضا في النظافة. نعم خالد، قناة عدن فضائية.